السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة ملف تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية من قبل ميليشيات الحوثي. كشف وزير الثقافة مروان دماج عن تورط ميليشيات الحوثي في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها. وقال الوزير دماج في تصريح للشرق الأوسط إن الميليشيا دمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، ونبشت ونهبت وهربت قطعا أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفا ومقتنيات يعود تأريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن. وأضاف دماج أن الميليشيا وضعت يدها على آثار مهمة جدا، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربها وباعها الحوثيون في الأسواق الخارجية. قبل النقاش سنركز على محورين: كيف يمكن حماية الآثار من سطو وتهريب الميليشيا، وأين هو دور الحكومة والهيئات العالمية في هذه الظاهرة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحديث. تهريب القطع الأثرية، سرقة أخرى لدلائل التاريخ، وتضييع جديد لملامح الحضارة. ليست هذه الجريمة الأولى التي ترتكبها جماعة الحوثي، بل هي امتداد لجرائم عديدة لم تتوقف عند حدود الحاضر، بل ذهبت لتغييب الماضي أيضا. الشواهد العديدة للجهات المعنية بالآثار في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا سجلت عمليات نقل واستحواذ على الكثير من القطع الأثرية المعروضة في بعض المتاحف، أمام مخاوف متزايدة حول المصير المجهول لتلك القطع التاريخية. تداول الآثار والمتاجرة بها في الأسواق بشكل شبه علني من قبل مشرفي الحوثي كان هذا آخر ما أشارت إليه التقارير المهتمة بهذا الشأن، بعد أن أصبحت الآثار سلعة تباع في الأسواق السوداء ويتم تداولها بعد ذلك في المزادات العالمية. في الجديد كشف وزير الثقافة مروان دماج أن الميليشيا متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها، وقال إن الميليشيات دمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، ونبشت قطعا أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفا ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وذلك بطريقة منظمة وهربتها عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن. يجب أن تستكمل مهامها في إقامة. الوزير أضاف أن الميليشيا تعمد إلى تحصين مقاتليها في مواقع أثرية، وهو ما حصل في محافظة الجوف قبل تحريرها، بعد أن حصنت نفسها في براقش وحولت الموقع إلى منطقة عسكرية وألحقت به أضرارا كبيرة. منظمة اليونسكو وفي تقاريرها الأخيرة قالت إنها تستعد لسحب عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات من برنامج التراث العالمي، وذلك نتيجة الإهمال الذي تجده هذه المدن من الحوثيين وازدياد ظاهرة تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية. لا تتوقف إشكالية تهريب الآثار وتدمير المعالم الأثرية عند حدود تغييب التاريخ، بل إنها تؤثر على إمكانية فهم ودراسة أي حضارة، فالآثار هي الدليل الملموس للحضارة وموروثها الممتد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة لقطاع التراث. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. بداية أستاذ عبد الهادي، كيف تتابع الطريقة والعملية الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في تهريب وبيع الآثار اليمنية؟ أعتقد أخي العزيز أننا أمام كارثة وطنية عايش، وكارثة إنسانية أيضا، فيما يجري اليوم من تدمير موروث لأكثر من 4000 سنة على هذه الأرض. هذه المناطق لا زالت هناك تكهنات على أنها من المناطق الأثرية أو من أقدم المناطق التي استيطنها الإنسان، ونحن في الأصل لم تصل أيدينا كعملية تنقيط إلا إلى جزء بسيط، ومع الأسف الشديد الجزء المقيد في متاحفنا كانت نسبة بسيطة، وكانت هنالك مئات من القطع الأثرية لا زالت ما بين يد من وجدوها كلقاء أثرية أو بعض المكتشفات، وما بين المتاحف وقيدها.
اليوم هنالك عملية كبيرة للاتجار وبيع هذه الآثار بمحت تثمير منظم لما نسميه بالأصول الإنتاجية في صناعة السياحة والثقافة أيضا، أو الأصول الإنتاجية في قطاع الثقافة عموما. هذه القطاع التي تعتبر قطعا مهمة جدا، بل قطعا قد نتبع قيمتها أضعاف مضاعفة إذا استطعنا استعادتها من الأسواق الدولية. هذه العملية أشيعت بشكل كبير، ليس فقط بيع القطاع والمناطق الأثرية أو سرقة المتاحف، لكن النبش والبسط والسطو على مناطق مصنفة كمناطق أثرية لم تستكشف إلى اليوم. لا زلنا لا نعلم ما بها. هناك عملية نبش، هناك سطو، هناك بناء، هناك تغيير في المعالم، وهذه كوارث تستكشف. هناك تدمير للحصول لقلاع. العملية مستمرة وبوتيرة مرتفعة. نعم، كما تعلم أستاذ عبد الهادي العزعزي، الوزير الأستاذ مروان دماج وزير الثقافة صرح بأن الميليشيا بتهرب قطع غير موثقة حتى في وزارة الثقافة اليمنية. هل هذا القصور بعدم توثيق كل القطع الأثرية الهامة في اليمن، من يتحمل هذا المسؤولية؟ بالتأكيد أنتم بالدرجة الأولى كجهات رسمية في وزارة الثقافة المسؤولين عنها، على الأقل توثقوها حتى وإن تم بيعها ربما تستعاد فيما بعد. يا سيدي، التوثيق معناها أن تكون هذه القطع على زيت وأن توضع بالمتحف. التوثيق يعني أن هذه القطع صارت تحت سيطرتك. بسبب وضع النظام السابق كان دولة هشة، كان جزءا من أوليغارشية النظام، قام رأس مالها على الاتجار بالآثار. هنالك مئات القطع، خصوصا القطع النقدية الذهبية، أيضا المقتنيات الشخصية كالسلاح، ابتداء من السيوف والقنابي وبعض الحلي والمرفعات وأيضا الأحجار الكريمة. قسم كبير منها كانت تتواجد في بعض المناطق كلقى أثرية يجدها الناس، فنام مواجهة لم تكن تصل إلى الجهة الرسمية، خصوصا في ظل ميزانية وزارة الثقافة تتجاوز مليار ريال. هذه الميزانية وأيضا صندوق الثقافة مقارنة بقية الصناديق دخله ضعيف جدا، وكان في فترة من الفترات قد تحول إلى شبيه بصندوق الرعاية الاجتماعية، لم يكن صندوقا للتنمية بالمعنى الاحترافي. أي أن هذه المسائل كانت تحتاج مال، تحتاج عملا منظما، تحتاج جهدا جماعي. ليست المسألة مناقصة بوزارة الثقافة مثلها، مثل الأمن، مثل المسألة الثقافية، مسألة أكبر من وزارة هي ترتبط بكل وزارات التنمية البشرية، وزارات التعليم، وزارات الداخلية، بالدفاع. هي ترتبط بالوعي والثقافة الوطنية، ترتبط هي الدولة الوطنية كإحساس وشعور. هذه المسألة مسؤوليتنا جميعا، سواء في الإعلام أو التربية أو مؤسسات التعليم، من الجامعة إلى مؤسسات التعليم العامة المختلفة داخل البلد، إلى كل الأطراف بما فيها وزارة الخارجية، وزارة السياحة. هذا مربوط بنا جميعا، حتى بما يخص الجماعات الدينية والموجود الديني. هذه المسألة أكبر من مسألة تجارة، هي مسؤولية حكومة وشعب في نفس الوقت. نعم. القضية أن يتم بيع قطعة أثرية هي لا يملكها الوزير أو الوكيل الفلاني أو المدير العام. هذه أولا على مستوى سكان المنطقة وأبناء المنطقة، هؤلاء أبدات نجوم، هؤلاء الجزء من بنية شخصيتهم إن كانوا يعون ذلك. نعم، طيب ابقى معي أستاذ عبد الهادي ونشرك معنا في الحديث من عدن الروائي والمهتم بالآثار الأستاذ وليد دماج. مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ وليد. كمهتم في الآثار، باعتقادك الأبعاد التي ستترتب على تهريب الإرث الحضاري والتاريخي لليمن عن طريق ميليشيات الحوثي التي لا تولي أي اهتمام وإنما تهربها وتبيعها بطريقة ممنهجة؟ أنا أعتقد بأنه قضية تهريب الآثار هي قضية قديمة جديدة، والمنهجية فيها أيضا قديما. هنالك كان لوبيات كبيرة ومن شخصيات كبيرة ونافذة، أعتقد كان لها دور في عملية تهريب الكثير من القطع الأثرية والمخطوطات. طبعا الآن في ظل الحرب وفي ظل وجود ميليشيات، أنا أعتقد أنها تعتبر التاريخ اليمني جزء خارج هويتها، ف
فإن مسألة الآثار تعتبر من الأشياء المضادة لها، وبالتالي هنالك حسب اعتقادي الكثير من العبث بها، الكثير من المناطق التي تقع تحت نفوذ هذه الميليشيات لا تزال يعني هي مناطق أثرية، واليمن برمتها منطقة أثرية بشكل كامل، القرى أكثر من 3000 قرية يمكن أن تطلق عليها، وبكل معاني الكلمة تبسيط القرى أو القرى الأثرية. نعم. وبالتالي أنا أعتقد بأنه مهم جدا، وكما قال الأخ الأستاذ عبد الهادي العزعجي أن تتضافر جهود كبيرة جدا، وأن تسخر الآن كثير من الأموال لحماية الآثار سواء الموجودة في مناطق أو في المناطق الكثير من الأثري. نعم. ومارب والجو مثلث الغنى بالنسبة لليمن هي مناطق قروض، وكل الجهات خصوصا الجهات الشرعية أن تعمل على الحفاظ وتحريز هذه المناطق وحمايتها خصوصا المناطق الواقعة تحت سلطة الشرعية، بالإضافة إلى أنه كثير من القطع الأثرية كما هو معروف تأثرت بالحروب، كثير من المتاحف تأثرت بالحروب سواء الحروب الشرعية والميليشيات أو الحرب ضد الانقلاب أو الحروب ضد القاعدة كما حدث في أبيان وفي لاحج، وهذه المناطق أو المتاحف تأثرت بشكل كبير بالحرب الدائرة، وبالتالي خسرت اليمن الكثير من القطاع، والكثير من القطاع تم الحفاظ عليها بصعوبة ولا تزال بحاجة إلى تسخير موارد كبيرة لاستمرار الحفاظ عليها. هل أستاذ وليد وثقتم أنتم من خلال اهتمامكم بالآثار ومتابعة هذا الملف، وثقتم أي قطاع كانت موجودة وتم بيعها وتهريبها خارج اليمن؟ والله أنا بالنسبة لي مجرد متابع، ويعني لكن أنا أعتقد بأنه الكثير من القطاع الأثرية ظهرت وتم التبليغ عنها من عدد من المناطق، وكان لوزارة الثقافة دور كبير في عملية التواصل للآثار وعلى الأقل للحفاظ عليها حيثما وصلت، كما في سويسرا وسلطنة عمان ومصر والكثير من المناطق التي تمكنت سلطاتها الاستمساك بقطع أثرية تابعة لليمن، وأبلغت السلطات اليمنية، وأعتقد بأنه وزارة الثقافة تؤدي اهتمام كبير بهذا الجانب، جانب الآثار. اليمن غنية جدا وبحاجة يعني أنا أعرف من خلال عملي طويل في وزارة الثقافة منذ فترة طويلة، يعني كنت أعمل في وزارة الثقافة وأعرف أن ميزانية وزارة الثقافة مع الهيئات التابعة لها ومن ضمنها الهيئة العامة للآثار لا تمثل حتى نصف 1% من ميزانية الدولة. يعني هل هذا يعقل بأنه يعني قطاع الثقافة والآداب والآثار والمخطوطات والموروث الشعبي والموروث المادي واللامادي كل هذا لا يستحق من الدولة أن تنظر لها بعين الاعتبار، وهو يمثل هوية اليمن ومستقبله كما كان أيضا دليل على عظمة هذا الشعب اليمني في الماضي، هو أيضا أساس وخطوة يعني للاستمرار نحو المستقبل. نعم. الآثار مجرد أماكن أو مجرد تماثيل أو مجرد الآثار هوية، ونحن في اليمن للأساس بسبب الحرب الدائرة نشعر بأنه الكثير من هذه الآثار تتفلت، الكثير من هذه الآثار لا زالت بحوزة بعض القيادات العسكرية أيضا، ولا بد من عمل شيء أو طريقة معينة لاستعادة هذه الآثار والحفاظ عليها أو الحفاظ عليها في خزائن خاصة وفي أماكن محرزة. نعم. طيب أستاذ وليد اسمح لي أعود للأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار. أستاذ عبد الهادي،
هل فقدتم كجهة رسمية بوزارة الثقافة وحكومة شرعية السيطرة على الحفاظ على هذه الآثار؟ يا سيدي يا جميعا السيطرة على أشياء كثيرة، عندما تختفي السلطة يختفي معها أدوات السيطرة عموما. عندما نتكلم نحن عن السيطرة في هذا الاتجاه فإننا نتكلم عن وجود مؤسسات، عن وجود بيوت خاصة كانت مكان لحفظ هذه القطع الأثرية، وهي عددها ربما يكون كمتاحف محدودة في الجمهورية ولا تغطي كل المحافظات، لكن هناك متاحف كانت المركزية كمتحف عدن، متحف صنعاء، أيضا تعز الحديدة. هذه المناطق والمدن الأثرية الجمهورية اليمنية عموما كما قال الأخ وليد هي عبارة عن متحف مفتوح جرى السكون والتوطن داخل مناطق. في بعض القرى هناك بيوتات مبنية منذ أكثر من 600 سنة وبعضها يجري إعادة ترميمها وصيانتها من قبل الناس، وجرى تشويه في بعض المناطق. فقدنا طوال فترات الحروب المختلفة منذ دخول سلاح المدفعية وغيرها من أدوات التصدير، فقدنا المئات بل ما يزيد على 500 حصن جبلي وقرية، هذه جرى فقدانها. واليوم نفقد ما تبقى بالإهمال وبمسألة المدفعية وبأدوات التصدير وبالنفس وبحالة الحصار المفروضة على الناس. حصلت حالة من عملية الإهمال والجوع، هناك حالة أيضا من التخلي العام. استطاع اليمنيين طوال مرورهم أن ينتجوا عشرات من القصص والقصص المخيفة المرتبطة بالجن والعفاريت في حماية هذه الآثار وحماية بعض المقابر المومياوية وحماية بعض المغارات، وهم يدركون أن هناك قطعا أثرية فيها، وبالتالي أنتبهوا نوعا من الثقافة الحمائية. اليوم هذه المسائل تنهار، هناك بعض الأجهزة التي تستخدم للكشف عن بعض المواد ويجري تداولها داخل السوق. هنالك سوقا محلية المخيف أن بعض القطع يجري إجابتها إذا كانت فيها نسبة من الذهب، وهذه هي الشركة. يعني هناك حالة من الفقدان، لا تستطيع زيارة رسمية أو زيارة ما لم يكن هناك تعاون مجتمعي، ما لم تكن هناك قيمة ثقافية، ما لم يكن هناك شيئا مرتبطا بالهوية والإرث للناس بشخصياتهم. هذا قسم، والقسم الآخر مرتبط بمدى الإمكانيات. مع هذا ظلينا في موضع صعب. نعم. اليوم ما أخاف أنا عليه أكثر هو حالة الناقشة التي تجري عن المناطق الأثرية، استخدام جريدرات، استخدام آلات حديثة في هد بعض المناطق. الناس تبحث عن الذهب، أغلب المناطق فيها فئة أثرية، إنها رسومات، تماثيل، أنماط من أنماط نقل المياه والهندسة المائية. هنالك من الذين الممرات والتراديد وجري هدمها وتدميرها من الصعب. نعم. لا نمتلك ما هي الآلية أستاذ عبد الهادي؟ نعم، الآلية التي تراها مناسبة في ظل الوضع الآن الحاصل لحماية هذه الآثار من النبش والتجريب بهذه الطريقة العشوائية التي تقضي عليها ولا تحافظ عليها؟ على الإخوة مدراء المديريات وعلى الوجهات الاجتماعية المشايخ المثقفين في القرى في المناطق التعاون مع السلطات المحلية في المديريات أولا، ثم على مستوى المحافظات لإيقاف عملية النبش أو البناء فوق المناطق الأثرية، إيقاف التراخيص لأنواع البناء والبث عليها، منع الهدم أو استخدام أي من الأدوات في الحفر والجرف حيثما يتواجد مبنى إما مطمورا أو مدفون أو بعض الحصون، يمنع استخدام الأحجار أو هد هذه المباني. يجب أن تكون هناك مبادرات لإعادة الحفاظ على بعضها، على الإخوة الذين لهم علاقات بالمنظمات الدولية ويستطيعون توفير قسم من التمويل لصيانة بعض الأماكن أو الحفاظ عليها. أولا علينا الحفاظ على الوضع على ما هو قائم حتى لا تزيد المسألة إلى السوء أكثر مما هي عليه. هناك مئات المواقع في كل المديريات، بعض المسجل منها لا يمثل 5% من إجمالي هذه المواقع. هنالك المئات من المواقع غير المسجلة، وتكتشف كل يوم مع التوسع سواء في استصلاح الأراضي الزراعية أو في حالة التحري أو بفعل الأمطار أو بفعل مختلف العوامل. هذا جزء أول. نعم. على الإخوة مدراء المديريات والمحافظين أن يستشعروا أن هذا جزء من البنية المادية التي سوف تقوم عليها ما نسميه
من حيث الجانب المالي والتنمية بصناعة الآثار. اليوم يجري تدوير الأصول، هذه هي الأصول الثابتة لهذه الصناعة. نعم. مجادرة تدميرها من الصعب تعويضه، هذا جانب. الجانب الآخر هذا مرتبط بثقافتهم، مرتبط بتاريخ وعلاقة أجدادهم بهذه الأرض، وكيف عاشوا معها، كيف تكيفوا، كيف حولوها إلى أرض ملكية، كيف تعاملوا مع أزمات المياه. طيب أستاذ عبد الهادي، نعم. نعم نعم، سؤال أخير فقط قبل أن أودعك، هل هناك آلية للتعامل مع دول العالم فيما يخص هذه الآثار إن وصلت إليهم أو تم بيعها في هذه الدول؟ هل هناك اتفاقية معينة لإعادتها للإبلاغ عنها؟ بالنسبة للقطع المسجلة هناك أكثر من اتفاقية مرتبطة باليونسكو، الأمم المتحدة، وعبر الإنتربول، وأسواق ما تعرف بأسواق البورصة لتجارة هذه المواد، يمكن السيطرة عليها ويمكن إعادة ما تم بيعه من القطع المسجلة. الإشكال في القطع غير المسجلة وفي بعض الوثائق، والإشكال الكبير في مسألة الإدارة والتغيير والتحويل. الأهم من ذلك يجب إبلاغ الدول المجاورة الجمهورية اليمنية، سواء الدول البحرية إريتريا جيبوتي الصومال، أو أيضا الدول التي لنا معها حدودا برية وهي كل من المملكة العربية السعودية وأيضا عمان تحديدا، حيث أن قسما منها ربما نقل عبر الطائرات عبر عمان أو نقل بحرا. وهذا نعم. هذه الدول، نحن ودول الخليج نشترك بشكل أساسي في هذا الموروث الحضري الذي كان سواء للسبائيين أو للحميريين أو الأوسانيين أو غيرهم، باعتبار أن الجزيرة العربية كلها يتجزأ في المسألة الأثرية والمسألة التراثية. أشكرك. الحفاظ في اليمن هو حفاظ على تراث الجزيرة العربية أولا، ثم العالم العربي والإسلام، ثم التراث الإنساني. أشكرك. وهذه الدعوة أنا أوجهها عبركم إلى الإخوة في مكاتب الثقافة والمهتمين بالتراث في دول أشقائنا في دول الخليج، تحديدا إلى التعاون قدر ما يستطيعون مع الجمهورية اليمنية للحفاظ على هذا التراث الذي يعتبر أهم قاسيا مشترك على المستوى القريب فيما بين هذه ما قبل التقسيم السياسي الحديث. أن هذا التراث مشترك به جميعا، وهم من هنا يجب أن نحافظ عليه نعم. بكل ما أوتينا بالقوة. أشكرك. نأمل أن يكون هناك تعاون كبير، ونأمل أن تتحرك المنظمة العربية للمدن الإسلامية وأيضا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويتم التعاون من قبل الوزارة والحكومة مع اليونسكو بشكل أكثر وأكثر موثوقية، ونأمل نعم. أن تبرز دعوات لهذا المسألة للتدخل السريع في بعض شكرا المناطق. شكرا لك أستاذ عبد الهادي. نعم أشكرك جزيل الشكر، وكيل وزارة الثقافة لقطاع التراث الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز. وعودة أخيرة ومتأخرة على الأستاذ مطيع دماج، وليد دماج عفوا. أستاذ وليد، سؤال أخير فقط، الآن هي مسؤولية مجتمعية كما تحدث الأستاذ عبد الهادي العزعزي، ولا يعني بما هو يعني صحيح أنه مهم على وزارة الثقافة وعلى الجهات الرسمية أن تتابع وتهتم بهذه الأمور، لكن أيضا يجب على المجتمع بشكل عام أن يعني يعمل بروح واحدة من أجل الحفاظ على هذا التراث الكبير، وأن يكون هناك رصد وتبليغ إن تم تجريف هذه الآثار أو نبشها أو بيعها. كيف يمكن توعية المجتمع أستاذ وليد في دقيقتنا الأخيرة فقط، من أجل أن يعرف الناس بقيمة هذا التراث وأنه إرث لليمنيين أجمع وليس يخص يعني الحكومة ووزارة الثقافة فقط؟ هي مسؤولية إنسانية بشكل عام، وعلى كافة منظمات المجتمع الدولي المهتمة بالآثار أن تسعى إلى عمل برامج، وبالإضافة إلى المنظمات المحلية إلى عمل برامج لتوعية الناس في وسائل الإعلام المختلفة، وإلى الوصول أو محاولة أيضا إقامة ندوات و النزول ميداني إلى المناطق الأثرية التي احتمل أن يحدث منها التي يتم يعني فيها النبش أو التهريب أو سرقة القطاع الأثرية، لتوعية الناس بأن هذه الآثار هي مكتسبات وكنوز مستقبلية بالنسبة لهم، لا يعتقدون بأن المكسب آني، بالعكس كلما بقيت هذه الآثار في مناطقهم هي مكسب كبير لهذه المناطق ولأبناء هذه المناطق في المستقبل، باعتبارها ستكون مزار ومآل
وأماكن لافتتاح الكثير من المشاريع الاستثمارية المهتمة بالثقافة والآثار. نحن نحتاج بالفعل إلى وجود آلية مشتركة للحفاظ على هذه الآثار الشرعية وبين القائمين على المناطق، سواء من المنظمين الحكوميين والمحافظين ومدراء المديريات أو من شخصيات ثقافية وأشخاص مهتمين بالآثار والمخطوطات بالذات. أيضا المخطوطات هذه قضية أخرى بالنسبة لتهريبها وبالنسبة لبيعها، لأنها تشكل أيضا نافذة للتهريب كبيرة جدا. أشكرك جزيل الشكر. نعم أستاذ وليد، انتهى الوقت. الأستاذ وليد دماج الروائي والمهتم بالآثار، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن. والشكر أيضا لوكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار الأستاذ عبد الهادي العزعزي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.